حن على جوشك وعياء شوف الفرمة وشوف البوز كله رشاء تلاقيها جسمة ومتر اليوز وقت خناقة انا لبست كواكب السيمة فرصة عظيمة وفرصة عظيمة جديدة لانجو فرمة عظيمة بس اوامتكم مع القيمة انا لبس كواكب السيمة فرصة عظيمة وفرصة عظيمة انسي وشرفت يا هاتف مبروك على الارض يا بيه ايه بس يا سعادة البيه حصل ايه؟ الجزمة اللي بتلبسها لي هتقطع رجلي، انت بتلبسني جوز جزمة ولا جوز كلام شعر؟ يا سعادة البيه انت دوختني وياك، انا عايز لك لغاية دلوقتي يجي 17 جوز. شوف لي جوز واسع، جوز مبحبح، جوز يريح رجلي يهويها. يا سعادة البيه اذا كنت عاوز تهوي رجلك لازم تلبسها طفش فار. ايه ده؟ الجوز ده مريح رجلك؟ قوي. الله يريح قلبك. عشت. الله. ايه؟ انت استلم الصندوق يا مغفل عامل لك ايه يا سعاده البيئه هو ده المقاس الوحيد اللي على قد رجلك لا ده كلام فارغ دي قله استعلب الزباين مشويش بس فين مدير المحل ده ايه يا بيه العامل بتاعكم مش عارف يلبس لي جوز 45 لغايه دلوقتي والاخر يهزعني ويلبس لي الصندوق يا سعاده البيئه انت تحمد ربنا لو عامل غيري كان لبسك الكرسي في دماغك وبرضه كان يطلع ضيق اخرس طيب اطلع فوق هالجدمه 45 للبيت انا اعرف شغلي معاك برضون يا بيه انا اعرف رب الحيوان ده حضرتك تشرب قهوة وتشكر اخلص يا دب جنابك مستعجل قوي يا حمار حضرتك اتعورت انا استاهل اللي جرالي البلد مليانة محلات جزمجية ما جيتش الا في المحل المخروب ده انزل هنا حاضر انزل حاضر روح لبس البيه الهي تلبس خشفة على ميدان ده مؤاخذة ساعة البيه اصل ساعة البيه لما بيزحق لنا جدا منا بينشف خالص اتفضل اما في جزء 45 هو على قد سعادتك تمام هتنبسط وترتاح قوي وريني ايه ده ده يطلع كبير عليا قوي يا اعمى يا عاجز يا طور ازاي عقلك يتصور ان البيه اللي زي البغل ده يلبس جزء زي ده انتوا دوختوني وياكم مش مقاس 45 قد ال 5 وادي ال 40 دي 45 قرش يا طور انا دوبت لغايه النهارده 500 جوز جزمه وراس ابويا ما حد هسان الا النهارده اخي عليكم وعلى معاملتكم انا اوعد سعادتك ان حد جزر العامل ده وانا اوعدك ان ما بقتش اكون محلك ده تاني مره ابدا معلش نهارك سعيد نهارك اسود ولميع كمان فين هو انا حملت عجدته بسماني تعرف لو عملت حدايه وطلت فوق اعلى شجره برضه حصادك خد قلبي قلبي ناداه لك يا حلوة ياللي على بالي عايز يصبح ويوصف لك ضنا حالي قلبي شغل بك وطول العمر كان خالي واقول له انت يقول لي لا وانا مالي وانا مالي
اللي البطول وانا بالبدر في العالي واقول له نورك وحسنك يا قمر سرقه من نور جبين الحبيبة وحسنها الغالي يا ليل يا عيني يا ليلي كاس الغرام في الهواء والمر يحلالي ولما اشوف الحمام طاير مع والفوق اغير واغني واقول يا رب اقبلني يا رب اقبلني قلبي انشغل بك وطول العمر كان خالي واقول له انسى يقول لي لا وانا مالي وانا مالي يا اختي يا حلاوة اشمعنى النهارده السقف بينطر وارد لهنت يا منجم اللي نشلت عليا لا مؤاخذة يا ست لوزة انا اصلي كنت بصطاد عصفورة عصفورة كناريا وهم العصافير بيصطادوهم بورد يا صياد الفجافيجو عشنا وشفنا يا عمر شربات شربطاطة نعم يا ماما اضربي تليفون اللي ينضرب في كلاويه بدر عارفاه مين طبعا عارفاه مش بابا هو في مضروب هنا غيره في البيت ده يلا يا ماما كلمي قولي له ما بعتش جوز الكوارع العجالي اللي هيتصحوا من الظهر الساعه بقت 11 الا يلا يا سنيورتي يلا يا جميله يلا يا حبيبتي حاضر يا ماما انا هكلمه حالا واخليه يبعت لي جوز الكوارع بالطياره الو شربات ده رايها شربات ليه امك بتعمل فيا كده اوعى تكون زعلت يا حبيبي ده لما ماما قفلت البلكونه في وشك حسيت ان الدنيا سودت في وشي اصل ماما لسانها طويل شويه اوعى تزعل يا حبيبي لا الحقيقه امك دي صعبه قوي وانا بشحت منها ده انا غرضي شريف انا عاوز اتجوز حقك عليا يا حبيبي معلش قولي لي ها عملت ايه طلبت الكوارع ايوه يا ماما طلبتهم الكوارع يا اخي الله الكوارع كوارع كوارع ايه هي واقفه جنبك الله انت ساكته ليه خايفه منه هات التليفون هاتي وريني الو الو يا منير الله ما حدش بيرد هي السكه مقطوعه ولا ما فيش حراره ولا ايه لا يا ماما ده المحل مليان قوي وزحمه ما يقدرش يرد عليكي الله وانت مالك مسروعه على التليفون ليه معلش هطلبه تاني كاتونيله على وشه من يوم ما شفته مرقع وعايز له نص ناعم مبروك على الارض مع السلامه يا بيه سعاده البيك سعاده البيك ايه فيما مدام ضحيه عاوزه في التليفون مشان الجزمه الجزمه على راسي اموت في الجزمه ادوب في الجزمه يا جزمه يا جزمه يا جزمه الو ايوه انا حسن حسن جلده انا بلحمي وعظمي وجلدي ونعلي ايه الخدمه يا روح حسن يا قلب حسن يا جزء عيون حسن مين انا خدمت الست تحيه وعايزه ايه يا ريحه الحبايب يا ملبسه الحبايب يا مقلعه الحبايب يا موكله الحبايب ست في الحمام وبتقول لك استناها على التليفون قدي تلت ساعه عشان عاوز اتكلمك على الجزمه القديمه استناها تلت ساعه ده انا استناها تلت اشهر تلت سنين تلت الو الو قفلت السكه شربات ناوليني التليفون خليني اسال المنيل ابوك على جوز الكوارع الو شبك لبيك سنسونك وانت في ايديك انت يا راجل ما بعتش جوز الهباب لحد دلوقتي ليه نص ساعة ويكون عندك يا حياتي بس لما نركب له الكاوتش وندهنه ورنيش هو ايه اللي تدهنه ورنيش اله يدهنوك بزفت مسيح ما هو يا روحي لازم يتورنش ويتلمع علشان رجليك لما تلبسه يزغلل الاعيون الدبالي ليه جوز الكوارع يدهنه ورنيش ليه كانت كوارع مين كوارع العمدة كوارع كوتسيكا كوارع له انت لوزة لوزة مراتك يا منيل على عينك يرواي في يقرا اعوذ بالله لا مؤاخذه يا لوزة انا افتكرتك واحده من الزباين
جوز الكوارع موجود، اول ما يفضى واحد من العمال هبعته لك حالا. بالك لما وصلتش الكوارع بعد 5 منت انا هغديك بكوارعك يا فولش، انت فاهم؟ فاهم فاهم، ما انت خيرك سابق. حاضر حاضر، يا ساتر يا رب، كنا هنروح في ده، كنا هنروح في ده. ما تخلي عنك يا بطل، مش عيب تتعب يا اخي واحنا موجودين. يا سلام، ده انت ابن حلال. تصور ان انا ميت من العطش ومش راضي تسيب الجزمه واروح اشرب. لا يا شيخ مالكش حق، روح اشرب وانبسط وتفسح واستحمى، ده احنا اخر رجاله لبعضنا. ده انت ابن حلال، عشت عشت. يا سلام على الشوميه. الله، انت هتحط جوز الكوارع بدل جوز الجزمه؟ ايوه، دلوقتي تتفرج عليه وهو بيترن علقه بالهنا والشفا. الو الو، ايه وزفت ايه؟ اسمع يا سهباب، الجوز ما وصلش لغايه دلوقتي. هيوصل حالا يا ست. ان شاء الله يكون جوز كويس. ده جوز سمين، هتاكلي صوابعك وراه. اكل صوابعي وراه؟ ايوه، بس اول ما يوصل لك تحطيه في الحله وتعلقيه على النار قيمه نص ساعه، بعدها تشربي شوربه كلها بهريز. يا اخي ان شاء الله تشرب حمض فنيك يفرتك معدتك. انت اتجننت؟ تقول احط جزمه في الحله واعمل منها شوربه؟ انت عارف بتكلم مين؟ انا توحه الراقصه العالميه على سن وروم. يا خبر، توحه، انت بتكلميني على جوز الجزمه؟ لا، بكلمك على جوز خالتك. امال هكلمك على جوز ايه اللي الجوز منك بمينا؟ اخي على مغفليني، سامحيني يا توحه، انا افتكرتك حرمنا المصون والعياذ بالله. اسمع يا ضربة الكوب. افندم قولي، اطربيني بنغمات تقطيك، اشجيني بتقاسيم او ترصتك الحلو لو لو. حضر الجزمه بسرعه وانا جايه بنفسي اخدها من المحل. يا مليون اهلا، يا ديشليون سهلا، ده انا حرشت المحل بسكر سنترفيش، ده انا حرشته بملبس محشي لوز، ده انا حرشته. انسد بقى، جاتك رشه بجتتك. يا وعدي على العواطف الامريكاني، يا وعدي. حلالي بلالي وفاني الحبيب وبإيدو سقاني شرب 315 قرش. تريدني يا جماعة؟ نضف المحل. أوام، الست تحية جاية هنا دلوقتي. بتأمر أمر سيدي. يلا يلا يلا. لا أحد أهو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام على جلد ايدك الحنين اللي فشر جلد تعبان. تعبان يقرصك في قلبك. الجزمه خلصت ولا لا؟ وانا اقدر اتاخر عن طلباتك يا تحتحتي؟ انا امبارح خليت العمال يسيبوا شغلهم ويمسكوا في جزمتك. انا محسوب جزمتك، انا روميو جزمتك. اسمع، في واحده صاحبتي بره عاوزه افرجها لها، هي فاهمه نفسها حاجه كبيره قوي، محدش بيلبس زيها. عايزه اجننها. دي هتتجنن وتنشحن على مستشفى المجاذيب من الباب للباب. طلع الجزمه تفلفل وتشعل وتشعوط العزال يا حسونه. امال يا تحت وحدي، انا هروح الفها لك حالا، هلفها لك في حرير، هلفها لك في ورق عنب، هلفها لك في كفون عينيا واعمل لها فيونكم الرموش عيني. طيب طيب، روح بقى بسرعه احسن، انا مستعجله، ما توقفش ترقص لي كده زي عفريت العلبه. حاضر يا واد يا بطل. ايوه جاي. هات جزمة الست تحية حالا. طيب اتفضل سعادة البيه. اتفضلي يا قمر، مبروك على الجزمة. فانيليا فانيليا يا مدموزيل فانيليا شرفي، تعالي اتفرجي على الجزمة اللي فصلها لي حسن بيه. اليانور فاول تتمنى كعبها، جريتا جربو ما عندهاش اختها ولا ايه يا سونسو؟ ودي عايزة كلام، دي فيها ذوق يجنن، موديل يهوس. خدي بقى يا حلوه، افتحي العلبه واتفرجي عجب. جوز كوارع. كوارع كوارع يا قليل الادب يا سافل يا عرجوز يا بلياتشو. الجوز الكوارع ده فرده تحطها في عينك اليمين وفرده في عينك الشمال. الشمال يخرب بيتك يا واد يا بطل. ايوه يا بنتي يا بطل. ايوه انت اللي لفيت الجزمه دي. امال يا فندم ده واجب علينا. لا والله مش عاوز بقشيش، خلي ده. ازاي؟ ده انت هتاخد مني بقشيش لما اشيلك على البشر. قلبي قلبي. الساعة بقت 11 وشوية وأبوك لا حس ولا خبر.
قومي كلميها على جوزك كوارع. إلهي يجيني خبر ويجيني ذنبه يا رب. طيب يا ماما بس روقي دمك، انا عارفه كوارع ايه دي اللي هتموت نفسك عليها. شفتي؟ الو الو الو، محل الجزم؟ لا، محل كباب وكفته. يا ست هانم لما انت فتحت الدفتر شفت النمره اللي قصادها يبقى ايه؟ كردونيه الورده، يعني جزمه جريه الورده، يبقى ايه لزوم السؤال البايخ ده يا اختي؟ اما انك قليل الادب صحيح، انت عارف انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ هو انا ناقصك انت رخص؟ انا بنت صاحب المحل، انا شربات يا بارد. ايه؟ يا صباح المانجا، احب الشربات، انت الشربات، يا انا موت في الشربات، في كوبايات الشربات، في ازاز الشربات، افندم انا تحت الامر، انا تحت الخدمه، انا مزيكا عايز ابوظ. ايه الدوشه دي؟ ايه قله الحياه دي؟ انت مين انت؟ انا البطل، بطل الحب والغرام، بطل العالم في حمل اثقال الهوى. يا سلام على دمك، هو انت سيزفت مسيح؟ ايوه انا سيزفت، سيزفت اللي سايح في كلامك. خلاص يا نايبه يا كبه يا ضربه، الهي يا رب تنشك في مني عينك يا قليل الحياه يا منحط. يا وعد على كده قوليها كمان مره. شو القصه يا شامبيون؟ بتغازلني، بتشكيلي عواطفها القلبيه كمان يا محطه اذاعه الحلويات. يا سافل يا مجرم يا مغفل. يا اخي بتقولي يا مغفل. ايه برافو الها حق. متشرد يا حمار. يا دهوتي بتقولي يا حمار. ايه برضو الها حق. انت مفيش في وشك دم، ما ترد يا لوح. الله اكبر، بتقولي يا لوح. ايه مبين بين بين. عشت عشت. طول بالك، انا حموتك، انا هحرق عينك، انا هخرب بيتك خراب مستعجل. مفيش مانع، بس اذا لقيتيلي بيت بخربيه. ما انت صايع وضايع، كتك ده يتشيلك يا سقيق. كمان ادلقيلي في التليفون وقتين ملبس من بقك الحلو، ارقعيني بفردة قبقاب ونشنيها على قلب. انا هحط صباعي في عينك يا وش الغرابي، يا وش المصايب. باي باي، مع السلامة يا من خطفتم قلبي. يا سلام على زمانها، يا سلام على عواطفها الملهلبة، ويا سلام على كلامها اللي بينقط زي فتفيت السكر. مين هي؟ شربات، شربات بنت مدير المحل، صدق اخواتي اللي قال يخلق من المدير شربات. وليش انت واقف مدورة ومصورة هيك؟ اعمل ايه يا رؤول يا اخويا؟ دي عليها حتة الدين فورمة، عليها حتة الدين تفصيلة، هتجنن من حبها يا هو. وبتحب بنت المدير شقفة واحدة؟ ايوه شقفة واحدة. تصور يا رؤول يا اخويا، ساعة ما بشوفها قدامي بحس ان واحد ماسك شاكوش ونازل على قلبي ده. ومن ايه ما تحبيتها؟ من يوم ما جت تاخد جزمة البلاش نزلت في قلبي زي الشراب. يعني كان الحب من اول نظرة؟ لا، كان الحب من اول جزمة. تصور وانا بقيس لها جوز الجزمة، بقيت شايف قدام عيوني جوز رجلين، بقيت اتمنى من ربنا ان قلبي يطلع مقاس 35 على قد رجلها. وهي بتحبك مثل ما انت بتحبها؟ لازم بتحبني، لانها كل ما بتشوفني بتشتمني وبتهزقني. يعني معناته انها بتهزقك؟ يعني معناته انها بتحبها؟ العبيط مش بيقولوا في الامثال، الحب بهدله خلاني جردله، بهدلي صحتي ولا حاول ولا اسمع ولو. وبنت المدير عارفه انك واقع فيها؟ هي دي النقطه السوداء اللي مانيش عارف احلها انا. ليش؟ اكلمها ازاي؟ احددها ازاي؟ جمد قلبك وروح قول لها بحبك يا شربات، بموت فيك يا شربات. ولما المدير جمد قلبه راح وروح طردني من الشغل. انت شفت الواد الشجيع لما بيخطف البنت من اهلها ويحطها وراها على الحصان ولا بيهمه ضرب مدافع ولا رصاص ولا شيء؟ ايوه بشوف، بس انا ما عنديش حصان. لازم تخلي قلبك مثل الحديد. ازاي؟ ترجع لورا فشختين. ايه؟ وبتقدم لقدام فشختين. ايه؟ وبتلتف على يمينك لفتين. وعلى شمالك لفتين. وبتاخذها في حضنك تقول لها احبك احبك ولو اروح فيكي سنتين. خلاص انا هكلمها وهكلم ابوها كمان، هخطبها من ابوها، وما يهمنيش ابوها ونكتر معايا، انا هشلفط وش ابوها. مين؟ انا في عرض جزمة ابوها، انا خدام ابوها، انا في عرض. وقعت في ايدي يا شبشب الهيئة الاجتماعية. انا عملت لك ايه بس؟ ده انا عمال ادعي لك من الصوب. انا عايز اعرف بس مين اللي سماك البطل؟ ماما. ماما؟ اه. وحكموا عليها بكم سنة؟ بقى انت بطل؟ ده تزوير في اوراق رسمية. انت الواحد لما يقول لك يا حمار تحتج عليه الحمير. اللي تحسبه يا فندم.
انا مش فاهم اتحدثت عليا من انهي صفيحة زبالة. عمال تلبخ مع الزباين وتهزقهم وتهزقني معاهم. انت فاهمني ايه؟ جحش زيك؟ العفو يا فندم، انت اكبر من ذلك. انا قاعد من الصبح افكر اعمل فيك ايه علشان ارتاح من غباوتك وقلة ادبك. اطردك هتروح تراضي غيري واكون السبب انا في اذية واحد بريء. اموتك خسارة فيك الكفن واجرة الحنوتي. انا هحبسك حبس انفرادي من غير لا اكل ولا شرب لحد ما يرجع لك عقلك تاني. ايوه بس هو انا سرقت حاجة؟ انا لا احبسك، احبسك في المخزن انجر قدامي. ايوه طب وحياة والدك عافيني من حكاية المخزن دي، ابوس جزمتك ابوس جزم المحل كلها رجال وحريمي عشان انا ما اكلتش من الصبح. انجر قدامي. طيب اقول لك غديني الاول وبعدين احبس. بقول لك انجر. جعان قوي قوي خويان قوي قوي جعان قوي قوي خويان قوي 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 مش لاقي اللقمة ملدنا ولا حتى عظمة حنينة. جعان قوي جعان قوي 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 المعدة خوية مفضة نظرة يا حاتي المعدتي لو ربع رطل يكون رضا يسند لي مصرا حضرتي. واقع ومش لاقي اللضا قربت اكل جدتي البطن ناشفة موقوقة اي 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 عصافر نازلة زقزقة أو أو أي 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 جعان أوي 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 خويان أوي 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 مش لاقي لقمة ملدنا ولا حتى عظمة حنينة. جعان أوي جعان أوي 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 لقيت لي فرخة محمرة حالنحة كلها كلها لو انها متسمرة لكن حمص مص عظمها هتخلي بطني معمرة بكعبها وبنعلها فرخة لذيذة محبشة متلمعة ومتورنشة. جعان قوي 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 جعان جعان. اشربي يا حياتي. ميرسي. انت جايب شمباني كتير كده ليه؟ مش كتير على اللواحد القناطة والعيون اللي كل نظرة منها زي الرصاصة. انا بتمنى في سري ان كل صناديق الجزم تنقلب صناديق شمبانيا وتقربعيها كده صندوق ورا صندوق. يا وعدي. ميرسي منامور. يا منى قلبي يا منى عيني يا جراند ارتست دندست على سن ورمح. يا سعادة البيه. الله ينكد عليك. عايز ايه؟ واحد عاوز سعادتك بره. قول له مش هنا. قول له مات. ارجموه. مات كويسة مات. ارجموه. سترو سكوشون. سيبك منه. نرجع لموضوعنا ثانية يا حياتي. نو يا شيري. انا بنكسر. انا جراند ارتيست. وانا جراند اتيج. يا سعادة البيه. الله ينكد عليك. يدوم عزك. وبعدين وياك يا حمار يا قليل الادب. امشي غور من وشي. ما تطردوا يا اخي ده متوحش. مش هاين عليا لانه يتيم ومتربي في المحل وهو عيل صغير. سيبك منه بكره يتعلم. سعادة البيه الجزمة بتاعت ست الهان خلاص اهي. وريني كده. جزمة تستاهل بوسة. اوه ستري شيك ستري جولي. عن اذنك يا حبوبة ما اقوم اقيسها قدام المراية. اتفضلي يا حياتي.
روح لبس الجزمه للهانم واوعى تزعلها لقطع خبرك. حاضر اتفضلي. ده هي تعتنن عليك. الشراب ده نايلون يا ست هانم؟ مش شغلك، شيل ايدك من على الشراب لا توسخه. حاضر. تعرفي يا ست هانم رجلين حضرتك في الجزمه زي ايه؟ زي ايه؟ زي جوز الكوارع العجالي الطعمين اللي محطوطين في السلطانيه بنوط ويتاكلوا حاجه. اخص عليك قليل الادب، انت بتهزر معايا؟ لا يا ست هانم. اخلص لبست الجزمه امشي. حاضر. يلا. حاضر. يا جمالي يا جمالي. تليفون علشانك يا حبيبتي. الو؟ ايوه ايوه جايه حالا. اخلص يا حيطه. حاضر. ايوه هكون عندك بعد 10 دقايق. حاضر. يلا يا ست. يلا يا ست. حاضر. الله. ايوه حاضر هشتريها معايا. طيب حاضر. يلا يا نيله. يلا يا نيله. يا ندامه. ايوه ارفر ارفر بقى احسن، انا مستعجله قوي، ابقى قابلك وقت تاني. مع مليون سلام. يا قليل الادب يا مغفل يا حمار. شايف يا نهاري. انا الجراند ارتيست، الجراند استاذ الراقصه العالميه. تعمل فيا كده عشان ايه يا حبيبي؟ اتفضل شوف المغفل بتاعك عامل فيا ايه. نهار ابوك فرده بيضه وفرده ساده. نهار ابوك كحل غامق. انجروا قدامي انا اللي حموتك. مش بقى يلا يلا قلبي خش قلبي. انا النوبادي مش احبسك. الله يرضى عليك. سلام عليك. تعال هنا. انا حفدك. الله يطربع عليك. ايه بتشتمني يا سافل يا وقح؟ لا انا اللي بشتم نفسي. امشي خد حسابك وروح في 60 دقيقة. يا حضرة المدير حقك عليا، انا ما عدتش اغلط ابدا، ده انا غلبان وامي ميته، ولو طردتني من هنا هاكل جسم من ايه؟ ان شاء الله ما اكلت ولا اتسممت. انت ما تنفعش في حاجه ابدا. حقك عليا، دي اخر مره اغلط فيها وحياه بنتك الغاليه. انا علشان حلفتني ببنتي الوحيده هديك فرصه ثانيه، انما مش هتشتغل بياع وتقابل الزباين ابدا. يا فندم شغلني زي ما انت عاوز، كناس، فراش، باش كاتب، مدير حتى، كله مقبول. انا هشغلك مرمطون في المخزن، شيال في المخزن. شيال يا فندم زي بعض. انت اللي زيك ما يصحش يعيش في الدنيا ابدا. احسن حاجه لك وعلشان تريح نفسك وتريح الناس منك تاخدها من قصرها كده وتتوفى. حاضر. ايه ليه حضرتك هتشغلني شيال جزم ولا شيال اموال؟ انكتب. حاضر. شيل. حاضر. انت هتشيلني يا طارق. امال هشيل ايه بس؟ المكتب. حاضر. لا ايه. خد الجزم والصنادل دول وديهم البيت. حاضر. اوعى تروح منهم فرده، لا خد بدلها فرده من ودانك. عارف يا فندم خيرك سابق. يلا هروح البيت. ايوه. حاضر. يلا. حاضر. سلام عليكم. اجري 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 وصلني اقوم وصلني وديني اقوم انا اول ما اشوفها هقول لها بحبك، هقول لها قلبي داب وعاوز له نص نعل. اول ما اشوفها ارجع لورا خطوتين والقدام فشختين وعلى اليمين خطوتين وعلى الشمال خطوتين واقول لها بحبك ولا اروح فيك سنتين. يا ده انا اللي حفظت ابينا يا دوب. ده ايه وليه؟ ده انا اتصيت في لوري. ما تحكم يا وليه؟ من لسانك اقوى من المزوره؟ انت هتخشي في قفية الجزم واخش لله اتخن منك يا عمر. لما تنام يحطوك في القالب. يوكلوك الفته بلبيسه. يا مطروح لولا خف دمك لاخدت خناقتك الا قلبي انفتح لك. لا يا اختي متشكر اقفليه تاني. انت بتقلف عليا يا شراطيم ويا نساليتي يا خلع فلاحتك. هنحط الكرمن. يا ادمغي يا انفخي، روحي اليها وانت جاهي تقع عليكي بلكونه تفتح نفوخي. يا اخواتين من فضلك يا اخويا. الست اللي نزلت دي تبقى مين؟ مراد حسن افندي جده، جزماجي اللي ساكن هنا. بص جده يا دهوتي يا خرابي يا سي يا دهوتي يا جده. انا في عرض النبي يا هو انت
يا منين؟ طبعا يا فندم، انت شفت في الدنيا منيل احسن مني. بس ما تكترش. نعم، عايز ايه؟ جاي ليه؟ طلبك ايه؟ اصل انا لما شفت الاشارات. هو انت خدت بالك؟ طبعا يا فندم، اذا كنتش انا اخد بالي مين هياخد باله؟ فانا لما لقيت الاشارات بتاعتك قلبي فرح وبقى يغني يقول انا اللي طول عمري ما حبتش حبت، لكن ازاي ما عرفش. اوعى تجيب سيرة البابا يا بطل. عيب، ده انا اداري عليك برموش عناية، ده انا حطك جوه قلبي واقفل عليك بستين قفل مسوجر. انت كلك ذوق يا بطل. وانت كلك حلاوة يا شرشر. الا قوليلي، انت صحيح قلبك بيحب؟ اقول لك الحق. قوليها. قلبي بيحب. قلبك بي ايه؟ قوليها كمان مرة. بيحب يا بابا. وهو راخر ساعة ما بيشوفك بيحس ان اربع دسة طبابير بيقرصوه جوا نن قلب. الله، انت عارف حبيبي؟ عارفه زي ما انا عارف نفسي تمام. طب اسمه ايه؟ لا قولي لي انت اسمه ايه. اقول لك اسمه؟ ما اقدرش. ما تقدريش؟ مكسوفة؟ طب اوصفي لي شكله. الشكل جميل. والخصر نحيل. اولالا. وعيونه فناجيل، وشعره لون عيونه، وبقه صغير ولونه، وفارس وسيد الفرسان، وهو راكب على الحصان. عرفته بقى؟ عرفته. طب وحياتي خد وصل له الجواب ده. اطمني، خلاص وصلوا. ميرسي قوي، عن اذنك بقى. الله، رايحة فين؟ استني. ايه عايزة؟ فشختين لورا وفشختين لقدام، وخطوتين على اليمين وخطوتين على الشمال. بحبك. الشكل الجميل انا، والخصر نحيل برضو انا، وعيون فناجيل انقور انا، والشعر لون عيونه، والبق صغنطط ولونه بمية المية انا، وفارس وسيد الفرسان وهو راكب على الحصان. هذا مو انت. ايوه صحيح، انا قلت لك ان انا ما عنديش حصان. فرجيني شو كتب لك في المكتوب يا حلو يا ابو عيون مثل الصناره وتم زي المغاره. خد حبيبي، لا مانع عندي من مقابلتك مساء بكازين الامس الهني، ونتعشى سويا شربات. يا دلي يا دلي يا دلي، وراح تقابلها يا دونجيون قرن العشرين. وده عاوزه كلام، بس امتى يجي مساء؟ وين الساعة؟ يخرب بيت دي ساعة البيت صاحب، انا عارف مش عاوزة تمشي خمسة ليه؟ شفت شلون نجحت يا حبوب؟ ما قلت لك انا؟ يا سلام على افكارك النيرة يا راؤول. تصور انا فشخت فشختين لقدام وفشختين لورا، ثم يميني ثم شمالي. ها وبعدين؟ قفلت الباب في وشي. هذا من باب الدلال فقط، لكن برضو بعتت لك رانديفو. اسمعي يا بطل، انا راح بقول لك على طريقه راح بتخلي شربات تتجوزك على طول. الحقني، ايه هي في عرضك؟ لا يمنع الخمسة صار. يا اخي انت حاجه فظيعه قوي، دي الدكاتره بلاش. وانتم خد بطل، ما دام انت مالي ايدك من شربات اكدت انها بتحبك. ايوه، خش على ابوها واخطبها منه. ابوها؟ ده انا اخش على عشماوي وانا اخشش عليه هو ابدا. ما انت خيش يا سطل، بكره لما يزيد عليك الهوا راح تنصاب بطاعون في قلبك، نشفان في ريقك، زغطة في مصارينا. يا ماما صحيح. لكن شو، انا بيهون علي امرض بالطاعون البقري ولا امرض بالهوى والحب. طيب انت ما يكونش عندك فكرة، انا هجمد قلبي وحخش على ابوها، والعمر واحد والرب واحد. خش ولا يهمك شي، انت رح تقول له شحت لي اياها، قل له جوز لي اياها. مشي مشي بلاش. لك مشي يا عصرك. ولك خش، خليك عندك عزيمة، خليك ابضاي. خش طلع. انا حكيت تصويتك يا ماما. ما تخاف ما تخاف، خش. هو راح يقضاك، يمكن اخذ مصيبه كمان تطلع سنانه مدببه ومسممه، واروح فيها على طول على مستشفى الكلب. ما تخاف ما تخاف، ادخل وانا واثق 100% انك راح تطلع مجبور الخبر. يا رب بس المصيبه ما تطلعش مجبور الدراع. خش يلا. حاجه تفلق، اعوذ بالله. ده انا هخرج من هنا مجبور الخاطر. وعليكم السلام، ابقى قابلني في وقت تاني. عاوز ايه انت يا زفت انت الاخر؟ لا انا كنت جاي علشان 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 ايه؟ علشان اطمن على صحة سعادتك. كده؟ ايوه. طب غور من قدام. حاضر غور. بس اصلا انا جاي لسعادتك في مسألة خطيرة.
مسألة خطيرة؟ أيوة. أنا فيه بيني وبينك مسائل يا جربوع، مسألة إيه اللي عايز تقول عليها؟ أيوة، بخصوص أفندم؟ أنت بتشاور على صورة بنتي؟ لا يا فندم، أنا أقصد البرواز، البرواز جميل قوي. بقى دي المسألة الخطيرة اللي جاي تقول لي علشانها، امشي اطلع بره وإلا أخبطك بالدوائر وأحط الريشة دي في عينك. مفيش لزوم يا فندم، لا للدوايا ولا للريشة، أنا حقل شفوي. امشي اطلع بره. يا سعادة البيه خليك حليم، أنا أصلي شفت منام لشربتها يعني، وكنت جاي أقوله لسعادتك. ما شاء الله ما شاء الله، إزاي تتجرأ وتشوف بنتي في المنام يا بقى؟ أمال أنت كنت فاكرني هعمل إيه؟ هقطع تذكرة قبل ما اشوفها، اهو اللي حصل كده. وايه تفاصيل الحلم اللي حلمته ده؟ شفت اسم الله عليها وحواليها شربات هانم، لابسه فستان الفرح وقاعده جنب العريس في الكوشه، وحوالينها العوالم عمالين يغنوا لها اتم اختاري يا حلوه يا زينه، يا ورده من جواك نيناو. حصر فصر، العريس ده يبقى مين؟ طبعا لازم يكون واحد باشا، او على الاقل واحد بيه. لا، اقل نمرتين. اقل من كده مش ممكن، مستحيل اجوز بنتي الا الواحد تقيل، واحد عنده عزب، عنده عمارات، عنده رصيد في البنك. لا، اذا كان اقل من كده راجل فقير، راجل غلبان، راجل طيب، ما ينفعش. اغرس، انا اجوز بنتي لواحد فقير واحد غلبان؟ كمان شوية هتقولي جوزها لي انا. طب واذا قلت لك ان انا اللي عاوز اتجوزها يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل كده. قلبي يا قلبي يا قلبي، عجل شوي، بدك شوية تهمي يا دونجيون، نحسن بعدين رح تتأخر. لسه المعاد بدري عليك، يعني الفكار واقف على الباب ورح يوصلك في دقيقتين. انت رايح كعادي؟ والله بعمل طلع البنطلون من الدولاب. دولاب؟ وين الدولاب؟ ما قدامك على الترابيزة انا. هيدا دولاب وشوي ده بنطلون الرسميات. هيدا صائع كتير. صائع؟ ايه. اذا صائع من ايه ده؟ مجعلك ومقنفذ، هذا شحات ما بيرضيك بالسوق. اعمل لك ايه؟ اصل المكروبية النهاردة اللي في البلد قافلين. منيح، لازم تتضبط، تشوف لك طريقة. حط البنطلون. دا وين رايح؟ راح اقويك. منيح عشان شوي، ها؟ ما تنسى، اجري اجري. تتفحوا بالهنا والشفا. وين كويته؟ ايه في مصلحة التنظيم. اسمع، انا عاوز اول شربات ما تشوفني يحصل عندها سكس قتيل. راح بيحصل عندها سكس بريكس. ايه مساحة الاكل يا اخويا. تعال يا بطل اطلع فوق. يا ماما. لا يا فندم كويس كده. تعال اطلع عايزك. مفيش اذية؟ لا تعال بس يا اوام. يا رب والنبي خليك معايا يا رب. تعالى ما تخافش. طيب تعالى ما تخافش. يلا اللي بعدك السعادة. ايوه فندم انا عارف، حظ مدرمك ان شاء الله. بالعكس، ده حظ كله قشطه، ده انت بختك من السماء. انت لازم النهارده اصطبحت بوش كويس. فعلا يا فندم اصطبحت بوش حضرتك. علشان كده هتتحجي. يب ايه؟ هتتنفح. خد. ايه ده؟ دي فلوس. دي علشانك. ايه المناسبة؟ لا ده انا اتخض على روحي اهو. ولا تتخض ولا حاجة، خش تحت السرير. ايه؟ خش تحت السرير ليه؟ خش بعدين هتعرف. خش. العشاء جاهز يا سيرف الباب. ايوه طيب اديني جاي اهو. خش. اوعى تتحرك لحد ما ارجع لك تاني. عايز ايه يا لوزه؟ عايز ايه يا حبيبتي؟ عايز ايه يا روحي؟ ما تحرمش منك يا رب،
عامله لك طبق كمونيه تاكل صوابعك وراه. مش هقدر اكل لا كمونيه ولا المظيه. ليه بعد الشعر؟ عيان. كل انت وشربات. لا يا بابا انا مش عايز اكل عشان معزومه على فرح واحده بنت صاحبتي. مفيش خروج بالليل لا عندي صاحبتك ولا عندي والدتك حتى. انا راجل حمش، انا راجل دغري، انا راجل عيان. سلامتك يا سنسن، الف بعض الشر عليك. حاسس بايه؟ حاسس كده ان مصاريني متكعبله في بعضها وقلبي ما بيدقش ودماغي مش محطوطه مطرحي. عدوك اللي يجراله كده. خش استريح لك قد ساعة وانت هتقوم زي الحصان المسكوك. انا بقول كده برضه. تصبحوا على خير. وانت من اهل يا بابا. ادي على اللي نابك. اي 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 عيني يا بابا. اي بابا. قوم قوم تعال ادفع من تحت السرير. اطلع. يلا يلا يا اخي يلا بقى. اسمع 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 بقى. انا دلوقتي مثلت الفصل الاول كويس وعليك انت تمثل الفصل الثاني. فصل اول ايه وفصل ثاني ايه؟ انا مش عارف حاجه ابدا. بقى انا هخرج من الباب اللي خشيت انت منه. وعلشان مراتي ما تعرفش اني خرجت هنيمك بدالي، وكل ما تسمع صوتها تروح مشخر. لكن دي شغلانه صعبه قوي. صعوبيتها ايه يا تور؟ انت هتنام وتشخر علشان مراتي تعتقد اني نايم ما خرجتش. طب افرض مثلا ان مرات حضرتك جت تهزر معاك شويه ولا جت تتكلم معاك كلمتين، ابقى اعمل ايه ساعتها؟ لا تتكلم ولا تفتح بقك. انت دلوقتي انا، وانا عيان ونايم مسخسخ ومغطي وشي باللحاف وبشخر. يلا وريني شغلك. ايوه بس يعني لما ما تعطلنيش، انا ورايا اشغال مهمه. حاضر. يلا نام. حاضر. نام اتغطى اتغطى كويس. نام شخر بقى. عفارم على مناخير ابوك. اوعى تبطل شخير، اوعى تتحرك. وريني نغماتك. ايوه شخر اوعى تبطل شخير. لقيت يا شربات شربت الزيت الخروه علشان ازقيها لابوكي؟ ايوه يا ماما اتفضلي اهو كده. برافو عليكي، دلوقتي لما هيشربها هيفوق ويروق وهيدعيلي. والنبي يا ماما تتحايلي على بابا عشان يسمح لي اروح فرح صاحبتي. ما تهونيش عليا، فضلك طلب بس ما تتاخريش، لابوك ما يحبش السهر. ودي معقوله انا اتاخر؟ ميرسي قوي يا ماما. سنسونه سنسونتي، قوم يا كتكوتي اشرب الشرب عشان تفوق. يا كبد بيشخر قطيع دول يا مر. قوم يا اموري، قوم يا كتكوتي يخلي عليك. هو ده وقت هزار؟ ده انت عيان. قوم خد الشرب هودني. نعم بتعاندني؟ يعني ايه؟ انت عايز صغير مش عايز تاخدها؟ طب والنبي لاسقها لك بالعسل. على مين ده كله؟ تعالى تعادل هنا. هو وقت الدلع؟ ده انت عيان. اشرب. اشرب. محمود. محمود يا فجد. ايه اللي جابك هنا يا ابو فسادة؟ اسمك السودة يا مشرفة. الله وجودي. خبيته فين؟ خبيته فين؟ ناولني جوزي لنوم لك في سنانك. غير ما تناوليني فتشيني اهو. اها موجود هنا؟ يبقى خرج. خرج منين؟ من هنا هو. مالك يا ماما؟ في ايه؟ مالك؟ يا ماما والله يا اختي ما تسرعيش. شايفه مكسور الرقبة ابوكي يعمل عيان وياخد بعضه ويسهر بره ويسيب بداله صفيح الزبالة؟ صفيح الزبالة، صفيح الثلج، بس اعملوا معروف خرجوني من هنا بوس رجليكم. لو انت فاكر بعد العملة السوداء اللي عملتها هتخرج من هنا مذكر سالم؟ امال هخرج من هنا ازاي؟ مكسور؟ مكسور وملوح ومضغضغ ومفشفش زي ما كنتش تقول لي هو راح فين؟ 100% راح يقابل تحية الرقاصة على سن ورمح. يقابلها ليه؟ مش عارفة يقابلها ليه يا روح أمك؟ عشان يجانسها. أنا هطلع منه قصايص بني آدم الليلادي، عمره هيخلص في إيدي الليلادي، أنا عزرائيله الليلادي. أه يا دنيا سافل. وبعدين في الليلة المحببة دي والنبي يا مدمزيل تسمحي لي بس بجرد المية قبل لي ريقي. يا أخي بعيد أنت كمان كتك دهية. ليه؟ وحصل إيه؟ الميعاد فات. فات؟ فات فات زي بعضه. هو لازم يعني بالدقيقة؟ يعني حبيبي مش هيزعل مني؟ يزعل إزاي؟ هو ما عندوش نظر. يلا بينا نروح مفرح ما أنت عاوز. كده أنت ملاك، أنت قمر، أنت بدر البدور، أنت شمس الشموسة، أنت صنية بسبوسة، أنت حنتوسة منتوسة، نرمي سنة الحمار وتعكس.
قوي بس على ايه؟ على العشاء. ايوه بس انا مش واخد على العشاء. ليه عيان؟ لا عامل رجيم. معلش لازم نتعشى سوا. ايوه بس انا ماليش نفس دلوقتي. نفسك تتفتح يا اخي جرسون. يا فندم. يا بيه ايه الاصناف الممتازه عندكم؟ في ديك رومي بالبطاطس. يا سلام. لا يا سلام ايه ده؟ تقيل على المعده. في جمبري بالمايونيز. اهو ده ايه ده؟ بيجيب الروماتيزم. في فراخ روستو. فراخ روستو؟ لا ولا روستو ولا حاجه. اولا احنا عندنا برد والبيض ما بيتفقش مع البرد. يا بيه انا بقول فراخ مش بيض. انت غلباوي ليه؟ الفراخ جايه منين؟ مش من البيض وفقس؟ امال تطلب ايه سعادتك؟ ايوه عايزين حاجه كده خفيفه. حتى الجبنه بيضاء، شويه بيض مقليين. يعني ايه الكلام الفاضي ده؟ جرسون هات لنا قوام فراخ روستو وجمبري بالمايونيز. حاضر يا فندم. ما تاكلي مايو من غير نيه. يا جمال ده اكل ايه اللذاذه ده؟ اتفضل الحساب يا بيه. حساب كم من فضلك؟ 5.5 جنيه. يا خمسة جنيه ونص بس؟ ايوه يا بسيطة. ده المحل بتاعكم رخيص قوي قوي قوي. ده انا يوماتي لما كنت باكل عند ابو ظريفة كان الاكل بيكلفني نص. من فضلك خدت كوباية مية نص ونص. حاضر يا بيه. 5.5 جنيه. دي حاجة يا نهار اسود. ايه؟ المحفظة. مالها؟ ده اللي تشع عليه ابن الحلال. يمسك يا نهار زي بعض. وبعدين ايه العمل؟ عارف عمل ايه؟ كلنا الفراخ والجمبري والحلو واحد عسكري. كلنا الفراخ والجمبري والحلو واحد عسكري. هيجرنا ويقول لنا اتفضلوا عالمحضاري. كلناها فرخة مكتفة في مطعم الأنس الهاني. لا بالهنا ولا بالشفا طبعا ما دام ما فيش موني. وخازوق ما فيش باب من ورا يمنع خناقة وشوشرة بين اللي باع واللي اشترى. طلعت الفراخ والجمبري والحلو واحد عسكري. لما انت ما معكش الهوى تعمل غني ليه حضرتك؟ عايزنا نتبهدل سوا ولا حاطرها لبدلتك؟ فضحتني وكسفتني. فضحتني وكسفتني. يا ريت ما كنت عزمتني. ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتي؟ يا رب واحد فنجاري يدفع لنا ويكون ساري. يا رب واحد فنجاري يدفع لنا ويكون ساري. وبلاش نحلب عسكري ويقول لنا عالمحضاري. بعدين ايه العمل دلوقتي؟ هندفع منين الحساب؟ انت حلال. انا كنت دلوقتي لسه هسألك. مفيش غير اننا هنروح الكراكون. الا حكاية الكراكون. مفيش حاجة اسمها كراكون ابدا. جرسون انا هندهلك دلوقتي لمدير المحل واوريلك انا مين. مشوف افندم. من فضلك ندهل لمدير المحل اوام. حالا يا فندم. اوام يا حضرة المدير. حضرة المدير. سلم الزبون. عشوة عشوة انت. نعم. يا ماما حضرتك مدير النحل.
ايوه انا مدير المحل. حضرتك الزبون؟ ايوه انا الزبون، انا اللي واقع في عرضك في طولك في تخنك. اهلا اهلا ازيك وازاي الجزم المهببه اللي على دماغك؟ ميرسي كتر خيرك. تصور ان جزم المحل كلها بتسلم على حضرتك، وجوز بني قال لي اذا شفته بوسهولي من هنا ومن هنا. لما انت عارف كده وسعلي بقى عشان بتضخمه. فين؟ انت وقعت في ايد اللي مش هيرحمك. ده انا احطك في حله الشوربه وافرقك على الزباين مجانا. فين الفلوس؟ ايوه بس ما كانش يتعز. معكش خواتم ساعة كتينة حاجة؟ ايوه معايا منديل ينفع؟ سندات كمبيالات؟ قولي اجيب لك منين؟ انا عدان خويان معيش اللبا، ما حلتيش غير بقى. عندي حل كويس عشان نبقى خلصين. اسعفني بيه. جرسون نمرة ستة ما جاش الليلة، حضرتك تشتغل بداله. ايه؟ جرسون؟ اسحبها حالا، ده لما يتطربع المحل على دماغ حضرتك مش ممكن اشتغل جرسون. اذا هات الحساب بقى. هتشغل جرسون قدامي. نعم سعادة البيه. هات لنا جوز حمام. نمرة كام؟ نمرة ايه يا ابو غفر؟ لا ما اقصدش يعني عاوز سعادتك بني اسود شمواه كريب. نعم انت هتخش لي 10 هزار يا مرمطون؟ لا انا همسح تقطيع وشك حشنفطك. امشي يا ابو حمام. حاضر يا بني الاسود اللي عليا. شيل الجوز ده وديه في الكشك رقم 4. طيب مش نلمعه ونحطه في علبه كرتون يكون احسن؟ تلمعه ايه يا ابو غفر؟ انت فاكرك انك مش شايف محل جزم؟ ده محل اكل اكل يا مغفر. طب زي بعضه يا سيدي، ما الجزم الاخرى بتتاكل. هات روح شوف شغلك. يا سلام على راسك الجميل. ميرسي شيرين. جسمك اللي زي ال... مين ده يا جرسون يا حمار ده؟ مين؟ هو انت؟ مش انا مش انا. يا خسارة يا بابا. انت هنا يا قطرة الذاتي هرب. تربعت على دماغي من كل حتة. خطرتك هربت مني علشان تيجي تزوقه هنا. لو النبي يا ست لوزة قدامك اهو. فين؟ ورهولي. ما اقدرش ورهولك عشان انا عندي شغل. الله ازاي ده؟ اهو في الكشك نمرة 4. نمرة 4؟ انا هخرجه من هنا محروق من نمرة 4. هموت نمرة 4 هخرجه من هنا شايلين له 4. الحقي ماما امك. مالها مالها؟ جت هنا عاوزة تطبق في زمارة رقبة ابوكي. هو بابا هنا؟ يا دي المصيبة يا دي النايبة. انت لو يعرف ان انا هنا يقتلني يموتني. انا هزوغ بقى يا اخوي. قبل ما تزوغي اعطيني قبلة. ايه قبلة؟ هو ما بقاش الا انت كمان يا نايبة يا جربوه. معلش ضرب الحبيب زي اكل السبيل. انا هاتم رأسك، انا هشرب من دمه وانا هخرب بيته يا حبيبي. يا رب. الله الله مالك لبشت كده ليه؟ مراتي حبس مراتي. بس بس يا هانم روقي دمك. اوعى بقول لك سيبني دلوقتي، خليني اخلص عليه وانا دمي فاير. يا دي الليله المزفته من اولي. انت خايف منها كده ليه؟ انت متجوز مصارع. العن العن. اقطع مناخيري واعملها صفاره، اقطع ايديه واعملهم معرضات، اشد عروق رقبتي واعملهم كمان جيم وعاسبني. ايوه ضبط من جتتي اوركستر كامل. خد ايه برنيطك. ايوه انا هخلصك من مراتك بسمعه لطف. اديني جوزي حدايه اللي خطبتي جوزي. جوزك مين يا وليان؟ المقطف اللي قاعد قدامك ده. قوم قدامي يا سكران يا عدمان يا ندمان. يا وليان مش تفتحي وتعرفي انت بتكلمي مين. نفوسه خدوجه اما بخاطرها هيكون مين غير جوزي المتنيل على عينه حسن جلده. جلده مين وزلطه مين يا هان؟ ده مستر جون. مستر جونسون حضرته مستر جونسون اوف امريكا. اوف امريكا ولا اوبا بالشعريه؟ انت هتاكلي بعقلي حلاوه الدلعاتي ولا ايه؟ بقول لك اسمه مستر جونسون وما بيعرفش ولا كلمه عربي ولا ايه؟ يس يس يا اخواتي سامونا في عقلي هتتفك بقى. انت مش جلده جوزي؟ جون اسانسير كونفليكس. اسانسير كونفليكس؟ حق يا اخواتي يخلق مش شبه 40 بصحيح. لكن ده جوزي، جسمه هيئته منظره جتته. يا جرسون انت لسه ما صدقتيش، انا حسبت لك دلوقتي. ده مش يبقى مستر جونسون؟ ده المستر جونسون ابن ام جونسون. قول لها يا حضره المدير ده يبقى مين. مستر جونسون اوف امريكا. يا فضحتي يا ريدو كسوف. والنبي يا ميسيو معلش اكسكيوز مي. نيفر ماين نيفر ماين. يبقى قبل ما تتهجمي على الناس تعرفي هما مين. معلش يا استاذه مسامحيني. اعمل ايه؟ الغيره مره نار بعد عنك. بغير برضه يا حبيبتي. ها استاهل دلوقتي 5 ازاي الشمبانيا ولا لا؟ 5 ازاي؟ ده انت تستاهلي تفظينه. سبكتها بشكل ورطمت قدامها بالانجليزي يا ناصح يا واعي. ساعة ما كنت برطم بالانجليزي كانت مصارين بترطم بالطلياني. نهايته جت سليمة. المحل انسرق. المحل انسرق؟ هو ده اللي انا عايزاه. فوت قدامي يا ابن القديمه. انت رجعت تقلي ادبك على مستر جونسون؟ مستر جونسون مين يا بنت جنواكا؟ انا اتضربت دلوقتي متلبس باللغه العربيه. يلا قدامي يا دون. اما وليه يا شلق صحيح؟ شلق مين يا استبات؟ سلام يا منطقي. السلمة ايضا يوضع من نفسك مش شايف. ايه اجيلك بقى على الشغل؟ لا على الشغل ولا على البيت. على بره. انت مركوز. قدامي يا حبيبي. خليني يا استاذ الله خليك.
ايه والنبي بعلص بقى اشتغل بقى على طول. انا شغل زيك يا جرفوع يا جعان. امشي برا امشي اخرج برا يا ناس اعملوا معروف. اروح فين اجي منين؟ يعني ما ليهاش عيش بعد اللي حصل ده كله. انا حموت نفسي انا حنتحر واخلص بقى من اللي شفته في دنيتي. هي من يجيب للمشنقة يكسب ثواب بحضرتي. عايز انتحر واخلص بقى للفرج. اول ما نام تحت العجل من الجرج مخصوص خرج وجه يشطب على الاجل. قرب عليا وخلصني نيمني قتيل ويدوس عليا وفصصني. طير 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 يا اوتوموبيل. ايه يا جدع يا احمد يا اللي ما شفتش تدوس. حنحدف واخلص اوام الغلب ده على الشريط زي الالف. لا يروح كده ولا كده. خش عليا تهزني خلص بقى على عمري وفرمني وهرسني. اجري 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 وصلني اوام وصلني وصلني اوام وصلني. ده حنوت الروح مستني. امال ما مشيتش ليه تخرب بيتك؟ مرحب يا اكس يا مفتخر قرب وقطع جدتي. ناويت خلاص على السفر صوت وقول يا نايبتي. مش قادر اعيش في الدنيا يومين ولا ساعة ولا حتى دقيقتين. يا وابور قولي رايح على فين. يا وابور قولي وسافرت منين. يا وابور قولي يا وابور قولي. ده رأيي يا اكس اكس عليك واسبوخس عليك اسبوخس. ده حظي لكن بالبلا بالبلا. معرفش ايه المسألة المسألة. ده حظي لكن بالبلا بالبلا. معرفش ايه المسألة المسألة. الموت كمان بقى في غلا. 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 ده سعادة البيه انا غلبان. انا من يوم مره طردتني من المحل مش لاقي اكل. فاعمل معروف خدني تاني واذا حصل مني حاجه ابقى دوب عليا كل جسم المحل. طيب انا النبادي حسامحك. شيل دول وديهم المخزن الكبير اتلحلح. حاضر. اتلحلح يا سعاده البيت. مش ممكن انقلهم على مرتين. دول تقال قوي. ليه ما بتاكلش قدهم؟ شيلهم كلهم مره واحده يا سعادة البي. إذا شفتهم مرة واحدة وسط يتقطن رقبتي تتكسر أموت. في 60,000 جهنم. الله يكرمك. بناء إصفار بناء ناموسة. شيلهم يلا انزح من قدامي. حاضر. امشي. حاضر. يعني أنت لسه لسانك طويل. يلا. طيب. اسمع يا أنت. نعم يلزم خدمة. مين اللي معاك دي؟ دي خطيبتي. خطيبتي الجديدة. خطيبتك؟ خطيبتك إزاي يا مجرم يا سافل؟ هي ضايقت لما شافتك بتبوس عينيات ولا ايه؟ سيبك منها. الله. هو انت خلاص قطعت حبل المحبه وياها؟ اعمل لها ايه؟ انا بحبها حب شريف وحضرتك. ايه ده يا بنتي متنرفزه ليه؟ مالك عصبيه ليه؟
من غيظي من غلبي. انا حطاق من الرجاله ومن خيانه الرجاله. انا خلاص كرهت الرجاله. ايه اللي مضايقك يا ضنايا؟ قولي لي عليا حضرتك. يا سلام على حنيتك يا ماما. انا عارفه ليه ما طلعتيش راجل يا اختي. حرام عليك ما تبوقيش في وشي بعد الشر عليا من المرجاله. تعرفي انا عايزه اعمل ايه؟ ايه؟ عايزه انتقم من كل راجل موجود في الدنيا. نفسي مفتوحه لاذيه الجنس الخشن. بالك هعمل ايه؟ ايه؟ هنزل في الشارع والراجل اللي هقابلني هعوره وهخرشمه وهشفط وشه. ايه بيشوفي؟ يا شرباك ما تبقيش عصبيه. طيب اسمع انت راجل افندم. بقول لك انت راجل. يعني ايه راجل؟ ما تعرفش راجل يبقى ايه؟ لا. راجل راجل بشنب ودقن وعضلات. عضلات؟ لا. اذا كان من الناحيه دي تطمني مش راجل. امال ايه؟ ست؟ ست؟ ايوه ست. ايوه ازاي؟ انت هتجنني انت كمان؟ قولي قولي انت ايه؟ هدي خلقك. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي ملخبط عقلك اللخبطه دي كلها؟ هو قولي لي هو مين وانا ادشدشه امشمشه؟ انا البطل. انا راجل. انت راجل؟ انا حورمه. اه يا قلبي. اه يا عذابي. قولي لي بس ايه اللي مزعلك؟ اللي بحبه طار من ايدي. طار ازاي؟ خطفته الحدايه. خدته كلمته. يا ستي في 60 داهية خليها تقرقشه. قولي لي بس مين هو وانا اجيب لك 60 واحد بداله. انا مش ممكن احب تاني بعد ما انجرح قلبي من اول حب. تبقي غلطانة. انت لما تشتري جوز جزمة ويعور رجلك بتمشي حافية ولا تشتري جوز تاني؟ طبعا اشتري جوز تاني. انا بقى ست الجوز التاني. انت لما هتعرفيني مش هتقلعيني من رجلك ابدا. مصنعية ومتانة واستحمل المرمطة والمشاوير الجامدة. لا خلاص كفاية اللي جرى لقلبي من اول جوز. يا ستي ما تبقيش عصبية كده. قلبك سقط في الامتحان. اعملي له ملحق باذن الله هينجح 100%. طب وانت طلعت انت كمان خاين وغشاش. اضربيني بالجزمة. بهدليني. هربديني. اتبعيني زي الخروف. وان ظبطتك بتحب واحدة غيري؟ قطعيني حتتك بتتك. اطمني من جهتي قوي. انا الاخلاص كله اللي في العالم لميته وحطيته في كوباية وسقيته لقلبي. انا ياما تعذبت عشانك. انا ياما اتقطعت عشان حبك. طب وايه الدليل على حبك ليا؟ هو كل اللي فات ده كله مش دليل على حبي؟ أمريني بأي شيء وأنا نفذولك. أمريني أطلع السماء أجيب لك دستتين نجوم أعملهم لك عقد. أمريني أغوص في البحر الأبيض المتوسط أجيب لك لؤلؤ. أمريني أكل الجزم دي كلها مرة واحدة طقة واحدة. أمريني بأي شيء. يا سلام قد إيه أنت لطيف. لطيف ميرسي. وإني ابتديت أحبك. إيه؟ أحبك. تحبيني؟ أحبك. تحبيني؟ بحبك. بطل اصحى يا بطل. يا بطل يا زفت. يا عيني يا عيني. المدير بيريدك بحضرتك نايم. قوم انعمى بقلبك. ده ما بيردش وايديه ساقعه زي التلج. شو جرى له؟ مات بعد الشر يا اخي. والنبي رؤول ودي مستشفى ولا هات له دكتور اوان. حاضر يا مدموزيل رح بوديه الحكيم حالا. يا حبيبي يا بطل يا حبيبي. شات 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 حبيبي. طمني يا دكتور شو جراله؟ استنى شوي انا بكشف عليه بكل دقة. انا واحد دكتور مش تاجد في امريكا ولا في اوروبا حتى من عالي. الله ما يحرم الانسانية من عقلك يا بروفيسور. يا مامي. ايه ده نهار اسود. تمام. لا حلو نهار اسود. رجلك يلا غفيت. شو هالقصة يا دكتور؟ بيئة ملعب ترافيك في الدنيا. اخر احتراف الطب الحديث. يفضل ماشي ماشي لحد المحطة اللي في المغرب ويفرمل. اعمل معروف احسن يخزن في بقي. وقفوا. ايش ايه؟ شو القصة؟ ما فهمت شيء. انت اللي قريب لي هنا. شو اكسب راس بالله؟ دلوقتي؟ ايه؟ افتح بقك. افتح بقك. افتح بقك. اقفل بقك. افتح بقك. اقفل بقك. برشم بقك. انت امسك هو. دلوقتي لازم شوية نفس في البطن بتاع انت.
اديله لقطه. ادي يا الله يا امي يا ماما. شوف يا دكتور. يا دكتور يا دكتور الحقني اعمل معروف بطني اتفرقع وانا ما عنديش السادي. حاضر. يا مامي يا ابطني يا مامي. سكرت امي. سكرت امي ايه؟ انت جايبني عند حكيم ولا في محطة بنزين؟ ماني عارف وحياة الله اذا كان هذا دكتور وانا ميكانيكي. انا عارف. اسمع بقى يا حبيبي. نعم. المرض اللي عند حضرتك هو اكالانوسيزم باراجيتولات. اكالانوسيزم شو؟ باراجيتولات دي الاسم اللاتيني. طب وبالعرب اسمه ايه؟ انا اشرح المرض عشان حضرتك تفهم. لازم تعرف انه جسم الانسان زي القطر المصري. الراس بتاعك دي يبقى كير كايرو الكاهرة يعني مصر. نعم. النص دي يبقى الوجه البحري. والنص دي الوجه الابلي. طب انا عيان بقى في الوجه البحري ولا في الوجه الابلي؟ هقول لك ايه اللي بيوصل الوجه البحري للوجه الابلي. السكة الحديد. او انت عندك تصدع في السكة الحديد. ايه يا خبر اشمت بقى انا في بطن سكة حديد؟ ايوه كل انسان عنده في بطنه سكة حديد وهي المسارين بتاعه. انت المسارين بتاعك اتحرقت والقضبان اللي بتودي القطر اللي فيه الاغذيه في المعدة كمان اتقطع. وهعيش ازاي ما دام السكه الحديد بتاعت بطني اتقطعت؟ مش هتعيش. هلا يا نهار اسود بتقول ايه يا دكتور؟ بكل اسف قدامك 7 ايام بس بعدين تموت. اموت ازاي انا في عرضك يا دكتور؟ شوف لي حاجه تلحم القضبان وخليني اعيش. مفيش فايده. بعد 7 ايام هتموت الساعه 12 الظهر في اليوم السابع. اليوم السابع؟ كلنا راح نموت يا بابا. شد حيلك. شدهولي انت وانا بقى في حيل. عليه العوض في عمري. يا خسارتك في الموت يا بطبوطي. كان العطش جفين لما الوابور وقع انكسر. ايه ده انت رخمت بتسألي زي الناس. رؤوشو مش قادر امشي. يظهر العجل بتاع ركب انفق. منيح تسند علي وامشي وحدي وحدي. تا 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 تا. يا عالم عاوز استخبى من الموت مش عاوز اموت. كان غيرك اشطر ما في مفر من الموت. الله يرحمك مقدما. ما تقولش كده رأول انا مش عاوز اموت. شوف لي حاجة تصلح لي السكة الحديد. نفذني من عزرائيل وديني العنابر وديني السبتية. مش عاوز اموت عاوز افرح بالدنيا. ايه خد دول معاك. ايه دول كمان؟ دي شهادة الوفاة وده تصريح بالدفن. يا حلو يا حلو يدفن حامله يوم 20 منه. الباقية في حياتك. حياتك الباقية يا دكتور. بيموت بعد 7 ايام فقط. هيك قال الدكتور. يا حرقة قلبي على غصن شبابه اليانع. هلأ لو تروح تشوفه رقت في بيته في انتظار تشريف السيد عزرائيل. في مليون دهية. قال له ريحنا من وشه المدوحك. ويخلصنا من عقله المبرطش. يا ألف نهار أبيض اللي حيكشح من الدنيا. وحضرتك سايب شغلك وجاي تقول لي ان البطل حيموت. انت مخصوم منك جمعة. لا يا معلمي انا جبت معي مكتوب مستعجل اجل حضرتك بالموتوسيك. مات. روح في 60 دهية. ليه يا معلمي؟ روح. مالك يا بابا مين مزعلك؟ جد الخراب المستعجل. الله ما انت بتقول هو جواب مستعجل ولا خراب مستعجل؟ خراب مستعجل. خراب مستعجل. مكتوب ايه في الجواب يا بابا؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة. ازاي مفيش حاجة وانا شايفك اتغيرت من ساعة ما قريته؟ ده انت اصفرته واخضرته وقعت من طولك. ايه هتخبي على فاميليتك؟ لا انا هقول لكم بقى. انا لما فتحت المحل سنة 39 كان معايا واحد شريك اسمه زكريا فندم. دفع هو 500 جنيه وانا 500 جنيه وفتحنا المحل. وبعدها سافر على اوروبا وانقطعت اخباره بعد ما قامت الحرب. فاستوليت انا على المحل كله لانه ملوش قرايب. وطبعا ظروف الحرب كبرت المحل وكبرت الثروه من 1000 جنيه ل20,000 جنيه. وبعدها جالي الجواب المهبب ده من زكريا فندي. هو لسه عايش المنيل؟ ايوه لسوء الحظ. بيقول فيه انه وصل امبارح من اوروبا ونزل من الباخرة في اسكندرية ولا حيوصل هنا بكرة. وطبعا حيطالبني بنصيبه في المحل ونصيبه في الارباح والخمسمائة جنيه حياخدهم 10,000 جنيه. وماله يا بابا مش حقه؟ يا اخي جاته كسر حقه. يدفع 500 يقبضهم 20,500. حقه منين؟ انا اللي كونت الثروة دي لوحدي. لكن يا بابا انت ما فضلتش الشركة بينك وبينه. ما هي دي الغلطة السودة. روحي يا بنتي يا شربات اعملي لي فنجان قهوه ساده.
مش كويس عليك كده يا سمسمة، ده بطلع الصحة. مستحيل مستحيل اديله 10,000 جنيه. انا ههرب المحل باسم واحد غيري. لكن ههربه باسم واحد مين؟ اذا هربته باسمك ولا باسم شربات هينكشف الملعوب. والعمل يا ربي، والعمل والعمل. سماسم انا فكرت في حل، اكتبه باسم المنيل البطل. ما فيش حل غير كده، نكتب المحل باسم البطل، هيموت بعد 7 ايام وملهوش قرايب توريس. ودي شورى يا وش الفقر، ولما يموت البطل هترجع لي فلوس ازاي؟ جوزه بنتك شربات، ولما هيموت هتورثه مراته، بالطريقه دي هترجع لك فلوسك بطريق طبيعي، وبالشكل ده شريكك مش هيطول منك ولا ملين واحد. عفارم على تفانين مخك النور. هو الواد راؤول قال ان البطل موجود في المحل؟ ده نايم في البيت ومستني الموت. نهارك سعيد يا بطل. مين؟ عزرائيل، حرام عليك يا شيخ، ده انا فاضل لي 7 ايام وتقبض على روح. ده الباهي المدير يا بطل الابطال يا شمعدان الرجال. عدم المؤاخذه، اصلك فيك ملامح من عزرائيل. الظاهر انك مرعوب قوي من مقابله عزرائيل. طبعا يا شيخ، ولا تسال، ده انت لسه لونه بدر عليك قوي، مش باين عليك موت ابدا. هو الموت يخلصه ويحرم الدنيا من قلوب اللي منورها. ربنا يشفيك ويمد في حياتك. ده انت لا قدر الله لو تموت هتخسر البلد شخصية لمعة. لمعة بإيه؟ بالورنيش؟ العجيبة إن طول عمري أستخف دمك لله في لله. ما أنا عارف هو نعمة. قوم بنا قوم، عايزك في مسألة مهمة. مش ممكن، أنا ما أقدرش أشيل حاجة أبدا أوديها المكتب. يا فضحتي، تشيل أن يشيل قال، ودي تيجي إن ما شلتكش الأرض تشيلك رموش عينينا. ده إحنا نشيلك على كفوف الراحة. لا، ده لازم فينا حد عقله جراله حاجة. يخف الدم يا شرباتك اللي بيتنطر ويملى قدرتين على الاسوس. يلا مال قوم مع بابا، قوم اتفسح وشم الهواء وانسى موضوع الموت والحاجات المزعجه دي. ده انا هعمل لك حته مفاجاه ترد فيك الروح. هات ايدك. هات سيب، ده انا خاف اروح معاك الجنه حتى. ما تقوم مع بابا، خايف من ايه يا ست؟ عاوز اموت موته طبيعيه. اخص عليك يا بطبط، ده بابا ساعه ما سمع اللي جرالك قعد يعيط من كل عين مل وفنجان، وانا كمان قعدت مخضوض عليك وقلبي يدق يدق يدق. اقول له مالك يا قلبي؟ يقول لي مشغول على البط. انا ممنون من قلبك قوي. طب قوم تعالى معانا بقى وما تكسفنيش تاني مره. معاك انتي اروح اللومان، اروح ابو زعبل، اروح في شربه ميه. بعد الشر على شبابك، اسنديه يا شربات. هات ايدك. هات واحده واحده بشويش. ايوه انت من دلوقتي اشتريت المحل ببضيعه بكل ما فيه من سنة 1940. ده كويس خالص. مش ممكن بقى تحاسبني على ايرادات المحل من سنة 1940 لدلوقت؟ يا اخي يعني انت دفعت حاجة؟ ما هو ده الشيء اللي حيطير عصافير مخي. انا اعرف انك انت تتصور العمل حيسي ولا تتصورنيش، تستخف دم الطاعون البقري ولا تستخفش دم. ايه الحب اللي اندلق من حضرتك لحضرتي من غير لائحم ولا دستور؟ ايه المناسبة علشان تكتب المحل باسمي؟ علشان هجوزك شربات بنتي، ويهمني جدا ان يكون جوز بنتي مستقبله مضمون ومن ذوي المحلات والايرادات. من جهة كده عندك حق. انا من بكره هكون مستخدم في المحل تحت امرك. نهارك قشطة ان شاء الله. انما زي ما اتفقنا، لما يجي الراجل اللي اسمه زكريا فندي ويسأل على المحل فهمه انك اشتريته من زمان. ما تخافش عليا. مبروك يا بطل فندي. عشت كده يا رب، كده الدنيا تبتسم لي في الايام الاخيرة من موتي. ابقى صاحب محل وابقى خطيب شربات لمدة اسبوع واحد بس. خدك، ما تفكرش في الموضوع ده. خد ايه ده؟ شيك ب1000 جنيه. هيا اصبرهم 7 ايام واعمل كل شيء في نفسك. هو انا كل ما افتكر الموت يجيني نفسي. وبعدين بقى انت لازم تنسى الحكايه دي وتشوف شغلك. انت من دلوقت صاحب المحل ومدير المحل. يعني خلاص بقت رسمي؟ رسمي ونص. حيث كده بقى تسمح تفز من مطرحك. ايه؟ تفز من مطرحك عشان المدير الجديد يقعد. اتفضل. ايوه حاضر. انده للعمال والصناعيه بتوع المحل اوان. ليه؟ مالكش دعوه، اتلحلح يا طول. اوامك اتلحلح. يا حضرات الافنديه، يا حضرات الاسطوات، تعالوا كلموا سعاده البيه المدير الجديد.
اخواني الاعزاء، لازم تعرفوا كويس ان انا بقيت صاحب المحل ده. مبروك، الف مبروك. وبالمناسبة دي انا زودت لكم مهيتكم 50%. فليعيش الباك المدير. يعيش الباك المدير. لكن 50% مش كتير يا حضرة المدير. يا اخي انت مالك، هي اموال ابوك؟ لا بس انا قلبي عليك وعلى المحل. اسمع حسن جدا، تسمح تسكر تمك وتدعي لله في سرك لجناب البيك المدير بطل بيك الحلو؟ ثانيا، اللي نفسه في سلفية او تبرع او فانا تحت امر. انا ما قلت لك لما كنا زفت مثل بعضنا اني بريد اتجوز ناقصني على المهر 20 ليرة مصري؟ ايه بنعطيك 20 ليرة مصري؟ مش كتير يا حضرتك. غيره وانا بيها ابويا وامي عايزين نروح الاجازة ومعيش فلوس. خلاص يحقوا على حسابنا يا حضرة المدير. غيره انا بيها عاوز ادفع مصاريف المدارس للاولاد. خلاص اولادك على حسابنا، ما كنتش عندكم فكر. اللي نفسه في حاجه يقول لي عليها من بق ده ومن بق ده. يلا اللي راجع للدنيا يبكي عليها. فليعيش البطل. يعيش البطل. فليعيش البطل. يعيش البطل. فليعيش بطل الصراحه. شفت شلون لطفت المدير الجديد وحنيه قلبه على عماله؟ ربنا يعمر بيته، راجل كريم مش زيك ايحه. هو انت شحت من شوي كله من جوعك وقساوه قلبك. الله يفقرك انكار وانكار يا رب. صباح الفل سعاده البيت. صباح الهنا يا سعاده البيت. اهلا وسهلا بسعاده المدير. جود نينا. جود مورنينج يا سعاده البيت. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا زكريا فندي. سلامات يا ابو علي، ازاي الحال؟ زفت وقطران يا زكريا فندي، لكن هعمل ايه؟ الحمد لله على كده. انا شايفك زعلان قوي يا حسن افندي. هو حصل حاجه لا سمح الله؟ انت مش لسه موجود في المحل؟ موجود ايوه، لكن زي ما انت شايف مستخدم. مستخدم؟ وازاي وصلت للحالة دي؟ من غدر الزمان، من بعد ما سافرت حضرتك سنة 39 فلس المحل، كترت عليه الديون، واخيرا باعوه الديانة واشتراه البطل البيه الحليوة ده اللي واقف بقى كده. ايه حضرة الموظف واقف كده ليه زي اللوح؟ وانت يا سيدنا البيع عاوز ايه؟ بلغة؟ ده حضرته زكريا فندي اللي اسس معايا المحل ودفع 500 جنيه. اهلا وسهلا، انا مستعد ادفع له 500 جنيه اللي دفعهم ولو اني ملياش رجل في الموضوع ده. موافق؟ سي بعض وامر لله. طيب ايه ده؟ الجزم والشباشب دول تشيلهم على دماغك وتدخلهم جوه المخزن الكبير. ايوه بس يعني. بس ايه يا وخم يا رخم، انت ما بتسمعش كلامي؟ انت مرفوض. ما فيش لزوم تقطع عيشه يا حضرة، ده برضو كان اصله كويس والحظ غبر بيه. انا ملياش دعوه اذا كان حظه كويس ولا حظه عفش. وعلى العموم اتفضل انت وياي على المكتب علشان تديني مخلصه وتاخد ال 500 جنيه تسمح؟ وهو كذلك. اتفضل. 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 شايف الدنيا ازاي بتذل الاصيل وترخص الغالي؟ ربنا يعوض عليه وعليك يا حسن افندي. شد حيلك، خد دول مساعد. الله يطول عمرك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ما يحوجك مع 2000 سلامه يا زكريا افندي. يا حضره السكرتير، الكلام لك يا جناب الديريكتور. انت تعرف ان انا فاضلي في الحياه 7 ايام بس، فات منهم يوم، يتفضلوا 6. ما تفكرني ما تفكرني، دخيل الله، من شان بعد 6 ايام رح برجع صنايع مثل ما كنت. انت حترجع صنايعي، انما انا مش هرجع خالص. في الوقت نفسه انا عاوز اعمل حسنات كتير بالجملة وبالقطاعي عشان اخش الجنة عدل، عشان انا سألت قالوا لي ان جهنم كومبليت. واجب واجب. في الوقت نفسه عاوز امتع نفسي بمباهج الحياة برضو واجب. اسمع، انا معايا 1000 جنيه. يا ابن الحرامية. ايه؟ فردنا فردنا. انا المؤاخذة يا بيك، انا كنت لسه فاكرك زميلي. ابقى خد بالك كويس يا سكرتير البهايم. العف يا مديري. ال1000 جنيه اللي معايا دول اعمل بيهم ايه؟ تقدر تعمل فيهم شي كتير. تعمل مدفن بالايشاني وبتدخل فيه اير كونديشن. ذاتك البلا بزقك المجليط. اقول لك انا معايا 1000 جنيه وعاوز امتع نفسي بمباهج الحياه، تقول لي اعمل المدفن بالاركونديشن؟ جاتك نيله في ذوقك المجليط. لكن شو بتريد تعمل احسن من هيك؟ اسمع، انا هعمل احسن من هيك وهيك. انا هقابل شربات واوكلها واشربها والبسها واجيب لها خواتم وتاخد بالك. يلا تعالوا اشربوا شمبانيا، يلا قوام كله على حسابي، قبل ما اسيبكوا واسيب الدنيا رحمة ونور على ظهر شبابي.
اشربوا واتهنوا وغنوا وارقصوا يا بنات ويايا، راح اموت يوم 20 منه ويا ريتكم تيجوا معايا، تهيصوني في تربتي وتفرحوني في وحدتي، راح اموت يوم 20 منه ويا ريتكم تيجوا معايا. اعمل كل اللي بنفسي واموت ولا فيش حاجة بنفسي، غنوا لي بلدي وارقصوا بلدي قبل ما اموت يا اخواتي الكلبي. يا صغير والموت بص بص لك ومخليك خسيت النص، للصبح الليلة حنرقص لك لاجل تموت على واحدة ونص، لاجل تموت على واحدة ونص. كل
الشر السيف رد استر واتنطط على سامبا ورومبا من فضلك دق يا اوركستر وانت يا جاز دق لي كمبامبا الدنيا الدنيا يا محلاها نتمتع بشبابنا معاها ما تفكرونيش الدنيا الدنيا يا حلاوتها يا جمال لياليها وسهراتها ما تحصرونيش والفتحة بتاعت العربية في فلوكة تسبح على المية ما تعذبونيش وجمال الورد في أغصانه والطريش فينا بقى لحانه ما تحنسونيش ادعوا لي تفرق بنتي وعيش لا تفرقيش ان شاء الله تعيش وانت بتفرقي وعيش لا تفرقيش ان شاء الله تعيش وانت بتفرقي وعيش يا ابو الريش ان شاء الله تعيش وانجد لك كحك وقراقيش يا ابو الريش ان شاء الله اعيش واجيب لك كحك وقراقيش الله ايه وقفت ليه؟ لا ده مش انا دي العربية هي اللي فرملت ليه البنزين خلص؟ لا الله الموتور جراله حاجة؟ لا امال حصل ايه؟ قلبي هو اللي وقف هو اللي شرق هو اللي زرق عاوز يقول لك كده بصراحة انا اللي طول عمري ما حبتش حبيت لكن ازاي ما عرفش الله انت بتعيط ليه؟ بعيط من الفرح من السرور من الضحك هجم السرور علي حتى انه من كتر ما قد سرني ابكاني ده انت حقك تفرح دلوقتي احنا هنتجوز ايوه بس بعدها انا هتجنس بعد الشر عليك ده انا هموت بعديك بيومين ثلاثه وليه بعديا بيومين ثلاثه ما تموتيش معايا عدل على طول تتهد زي روميو وجوليت بس لو مت انا قبلك مين هيوضب لك خرجتك مين هيكفنك يا خرابي مين هيدفنك مين هيلطم عليك صحيح انا لو مت هتزعلي عليا ده انا هطق من الزعل وتلبسي عليا اسود امال ده انا ليق في الاسود موت طيب عال قوي وعاوزك كمان تكتبي خبر وفاتي في الاهرام وتكتبي رسائي بالخط العريض قوي من عيني يسلم عينيكي يا اختي ده انا هعمل اللي ما يعمل هخلي العالم كله يلطم عليك يا ستي كتر خيرك يلا بينا بقى عشان انا عندي بكره الصبح ميعاد مع المقاوي ليه هتبني فيلا لا هبني تربه في جاردن سيتي تربه هتوحشني قوي يا بابا الله يخليك يا حبيب قلبي انا وضبت لحضرتك حته تربه مبروك على جتتك مش ممكن لما تشوفه تقول عليها تربه فيلا كابينه تعال معايا اتفرج على منامتك اللي زي القمر تعال ليه انت عاوز ننزل فيها مرتين هو حضرتك نزلت التربه قبل كده طبعا هنزل فيها وانا ميت عاوز ننزل فيها كمان وانا حي جمد قلبك يا بيه وتعالى معايا هات ايدك ادي ايدي اتفضل يا ماما يا نهار اسود بقى انا حاجه اتفضل انزل السلم انزل ليه هي ما فيهاش اسانسير الاسانسير ايه ايوه اتفضل اهو كده اتفضل ايه ده بس هنا الدنيا ضلمه قوي مش الدنيا وانت السهل يا ساعة البيت الاخرة وشركة النور ما ركبتش النور ليه هي مش هتاخد فلوس الشركة ما بتتعاملش مع اموات يا ساعة البيت لكن بكرة تربة حضرتك دي هتتملي نور بس مش الشركة من البلح والفطير والفاكهة ايه ده هو البلح والفطير والفاكهة فيهم نور طبعا يا ساعة البيت لما اهل سعادتك يفرقوهم على روح سعادتك كويس ينزلوا رحمه ونور نور من غير عداد بس هنا حاجه ابضى قوي مش ممكن تعمل لي شباك بحري عشان يدخل هواء من عناية الاثنين سعاده البيت واذا كان ممكن تعمل لي فيها اوركنديشن تكييف هواء يكون احسن وتجيب لي راديو فريجيدير وتليفون ايه هو ده انت فاكر نفسك هتدفن في عمارة الاموبيليا دي تربة ما انا عارف انها تربة امال ايه السينما انا حر اعمل كل حاجة بفلوسي اتفضل ادي شيء على الحساب وقبل ما اموت باربعة وعشرين ساعة هدفع لك الباقي اوكي انا هعمل لك حتة تربة امريكاني على اخر التراث
ههيئها لك وخلينك ترد الروح. دك الدكي عشان الواحد يعرف يموت بنفسه. ما يكونش عندك فكره ابدا. انت باذن الله لما تموت وتحط راسك وتستريح هتعرف ان انا خدمتك صحيح. هعمل لك حته تربه ربنا يجعلها عمار بحسك. جاتك البلا في الفاظك اللي زي الزفت. اسمع، مش ممكن توسع لي التربه دي وتعمل لي اوضتين وعفشه ميه وبرنده؟ اوضتين ايه وبرنده ايه يا سعاده البيه؟ انت مش حاجبك من الحته دي كلها غير حته قد كده صغيره. حته قد كده صغيره ليه؟ هو انا فقير؟ فقير ايه وغني يا سعاده البيه؟ الفقير والغني لما ينزلوا هنا يبقوا زي بعض، كلهم مالهمش غير حته ارض مقاس جتيته. الكلام ده يا معلم، الاموات مقامات برضه. الواحد لما يكون عنده 2000 فدان يموت في حته قد دي؟ لما يكون عنده مليون فدان، لما يكون يملك البسيطه كلها، مش هينوبوا من الارض غير مترين في متر. مترين في متر؟ امال البشوات والبهوات والناس الكبار واللي واللي كلهم زي بعض. لما يجوا لغايه هنا لا غني ولا فقير، لا كبير ولا صغير، كلهم واحد امام الواحد القهار. طب والنبي بقى اعمل معروف طلعني من هنا. ما تخليك مأنسنا بقى وتكملها وتقعد معنا على طول بقى. لا والنبي طلعني، بقول لك طلعني. لا طلعك انت قبل تطلع روحك ولا ايه؟ اتفضل يا بيه. يا ماما لا بس ما تخافش. انا ماما على مالك؟ انا عاوز ماما. طيب يا الف نهار مبروك يا بيه. ده انا هوضب لك حته فرقه مزيكا. فشر مزيكا حسب الله. طب يا سيدي انا متشكر قوي. اتفضل، ادي 5 جنيه عربون الفرح وادي 5 جنيه عربون الجنازه. فرح وجنازة؟ أيوة. فرح مين وجنازة مين؟ فرحي أنا وجنازتي أنا. لا حول الله. طيب يا سيدي مبروك. الله يبارك فيك. الباقي في حياتك. حياتك الباقي. مبروك. الله يبارك فيك. يجعل مثواك الجنة. مبروك. الله يبارك فيك. ده عظيم أوي. لا لا، أنا عاوز قماش بدلة ممكن يكون وجيه أوي عشان واحد عريس. إيه هو حضرتك العريس؟ أنا برضو كنت بقول كده. ألف ألف مبروك يا سعادتي. ألف مبروك يا سعادتي. الله يحفظك. وعاوز قماش جميل وجيه أوي عشان يتعمل كفن لواحد ميت. حاضر يا فندم. كفن لواحد ميت؟ أيوه. يا ساتر يا رب، وده يبقى مين بقى الميت يا فندم؟ برضو أنا. ايوه انا العريس وانا الميت وانا الميت وانا العريس. كويس قوي، يعني حضرتك العريس وحضرتك الميت كمان. الف مبروك على الله. ده انا عايزه اسمه، عايزه ادفنك، عايزه اخليها ليله ميت على دماغك. يا ست الله يحفظك، كل اللي حضرتك بتقوليه ده هيتنفذ بالحرف الواحد. ازاي مش فاهمه؟ اصل يا ستي انا هتجوز وهموت في ليله واحده. دفنتك وزفتك في ليله واحده؟ يا ست خير البر عاجله، انا قلت زفتك وجوازتك وخرجتك ودخلتك كله في ليله واحده. لا اذا كان كده هرقص لك قوي، دي هتبقى حته زفه اوريجينال بشكل. يا ستي الله يحفظك، انا اعرف ان حضرتك ست بنت حلال. اقعدي بقى بالعافيه. عافيه ايه يا عمي؟ العربون. العربون بكره. بكره بكره ليه؟ هروح العرفه. اتفضلي اتفضلي يا اكبر راقصه في العالم. مع السلامه يا اكبر. قديمه، كل الناس تعرف ان بقي اكبر بق في العالم. ده احنا هنخليها لك مندبه صوتها للجو، هرص لك عديد يقطع القلب، هخلي لك الجنازه نار وطور رقبتك قدام الاموات. يا ست انا متشكر قوي. اتفضلي، ادي العربون وادي العنوان. الجنازه بعد يومين ان شاء الله، بس والنبي ما تتاخروا. ما يكونش عندك فكره ابدا، ده احنا هنبات عندك قبلها بيوم. ست انا متشكر قوي. سعيكم مشكور. مع السلامه يا اخويا، في الجنة ونعيمها بإذن الله.
مبروك سبع بركات نادتو في قربكم مبروك على الأموال يا فلا علينا فلا عليك صلى علينا ماما ايه ده؟ 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 ايه ده؟
جدع انت؟ حكايه ايه يا اخي؟ راجل ميت في امانه الله، ابص الاقي ست نازله فيها ده وتضخمك وما اعرفش ايه، لغايه ما تقومني من موتي وترد فيها الروح. ايه تعملي كده؟ باي حق تخلي الروح ترد فيه تاني؟ مش حرام عليك؟ تعالى تعالى يا بطل. إيه؟ اتفضل موت وعليا انا، ما حدش هيقرب ناحيتك ابدا. خلصي وانا ما صدقت صحيح. اموت ايه يا اخي؟ هتموت. موت. اسمع كلامه يا اخويا، ده زي والدك موت. ما تفتحناش قدام الحلوتيه. اخرس انت. حاضر. موت. الله. يا جدع. يا جدع موت على ظهرك زي الاموات. يا سيدي انا حر في موتي، عاوز اموت موت مدرن. الله. طيب طيب موت. يا خساره شبابك الغض البض يا بطل. اصحى والنبي تاني يا بطل. مات وشبع موت. في 60,000 داهيه. الهي ما يرجع. المحل هيرجع لي تاني. يما ال 60 داهية ده كان لسانه متبري منه. هلا كل بدله وفلوسه على قدي، وقمصانه كلها على قدي، وكربتاته على قدي. يا حسرة قلبي عليك يا بطل. إلى الجنة ديريكت يا بطل، وسلم لي على أمي في الفردوس. طلعت ولا لسه؟ طلعت. لسه. ما تتجرح أنا بيه وخليها تطلع بقى. طب يا ابني ما تطلع لوحدها، أنا هعمل لك إيه؟ أنا عايشها أشدها لك بكماشة. طب شد حيلك. وتشاهد روحك وشاهد شوية عشان فينك بدري في التراو قبل الزحمة. يا سيدي طول بالك، هو انا حموت برا؟ انا حموت عندك خايف من اسم الله يا اخويا ولا كمش العشم. لا حول ولا قوة الا بالله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بس يا جدعان خلينا نشوف شغلنا. يلا يلا قدام الشغل، هاتوا العدة. من شان تتأكدوا انه ما بنكسر سنة من اسنانه ونشوف اذا كان حس ام لا. هاتي الشاكوش. ده بيعض. اخويا بركه اللي قمت بخير. الحمد لله على السلامه. ده انت نورت الدنيا بوجوده. كده كده ما تفهموني ايه الحكايه دلوقتي؟ بتهنوني على سلامتي، ومن ثانيه واحده بس كنتم هترقصوا احتفالا بموت. طبعا عشان واحد هترجع للدكان، والتاني علشان طلعت هدومي على قده، والتالت فرحان ومزقطط ومبسوط علشان قمصاني طلعت على مقاسه. اخص عليكم. والست الكبيره ارتاحت من لساني، انتوا معرفتكم خطر. والغريبة ان لسه في الدنيا ناس من امثالكم. يا حوش يا غجر يا دون. انكتم يا منيد، انت لازم تلبخ وانت بتموت. وفيها ايه لما افرح بالمحل بتاعي؟ مش فلوسي مش اموالي. افرح زي ما انت عاوز بفلوسك واموالك. اسرق الغلابة واقنع مرات، اخرب بيوت العالم واشتري اراضي، غير ذمتك، كل مال اليتامى وحوش زي ما انت عاوز، لكن اطمئن كل ده مش هينفعك. انا حاسب لك المحل واكتب لك قنبيلك، وانت خد هدومي، وانت خد قمصاني وكرافطاتي، خدوا كل حاجه في نفسكم. انما لما هيجي عليكم اليوم اللي زي اليوم اللي انا فيه ده، مش هتقدروا تاخدوا معاكم حاجه ابدا. مش هينوبكم غير حته ارض مترين في متر عشان ينيموكوا فيها. الدنيا فانيه ومش هينفع الانسان غير العمل الطيب والخوف من الله. اعملوا الطيب في دنياكم، احسنوا على الفقراء، وكلوا الغلابه، اعطفوا على اليتامى، وارحموا المساكين علشان ربنا يرحمكم ويحسن اليكم. برافو عليك يا بطل، انت بطل صحيح، انت الراجل اللي بدور عليه من زمان. انا كمان زيك زهقت من غش الناس وكذبهم، زهقت من الدنيا خلاص، زهقت من الناس هالكذابين الخدعين. لكن انا حموت. وانا كمان حموت معاك. وان ما متش برضو معاك، معاك مطرح ما تروح. لو كلت دقة معاك، لو نمت على الرصيف معاك. السعادة مش بالفلوس، السعادة بالرضا، بالحب، بالقناعة. صدقتي يا بنتي، وانت عندك حق في كلامك. صحيح الانسان مش هياخد من الدنيا حاجة غير عمله الطيب. انا متنازل عن المحل لك يا ابني، انا هعتزل العمل وانت تمسك المحل بدالي. من بكرة هبعت لزكريا فندي شريكي علشان احاسبه واديله حقه، واديله فلوسه اللي سرقتها منه. سامحني يا رب، فإنك أنت الغفور الرحيم. برافو عليك وعلى أبوك، أهو أنت دلوقتي تستحق تبقى جوز. خش علي. الله، هو مات؟ لا ما ماتش، وهتجوز شربات وشرف والدك. إيه؟ آه. أنت عملتها؟ آه عملتها. آدي زبون طار من إيدينا. إيه يا بني آدم، هو أنت لما خدت الست عايز